أرحب بكم طلاب الصف الرابع الإعدادي بدرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. اليوم راح نشرح الموضوع الثاني من اليونت الأول، هو زمن مضارع مستمر. مع طول قلنا مستمر، إذن بـ ING بأدوات مساعدة. اليوم راح ناخذها بالتفصيل، ابقوا وياي وراح تفهمون المضارع المستمر على أصوله. اسم الموضوع اسمه present continuous، معناه مضارع مستمر. لو نجي على الأساسيات قبل لا ناخذ هذا الزمن، الأساسيات أيضا تقول الفاعل، فاعل ينقسم عندنا قسمين، أما مفرد أو جمع، أو يجينا ضمير هي شي إت، هذا كله مفرد، أو they we you هذا جمع، أيضا الآي، أو نقول اسم، أي اسم مفرد، أحمد. هاي أساس قبل لا تدخل على الزمن، أحمد أحمد، واسم آخر جمع هذا مفرد. أحمد نور، طبعا الأسماء جميع الأسماء، مثلا my father my mother أو the son، أي اسم هو اسم مفرد أو اسم ويا اسم ثاني يصير اسم جمع. قبل ما ندخل للقاعدة الرئيسية للمضارع المستمر لازم نعرف هاي الأساسيات. راح ناخذ المضارع المستمر بثلاث حالات، الحالة الأولى هي حالة الإثبات، وحالة النفي، وحالة الاستفهام. طبعا هاي الحالات بكل زمن تجينا، حالة إثبات ونفي واستفهام. لو ناخذ القاعدة الرئيسية للبريزنت كونتينيوس المضارع المستمر، القاعدة الرئيسية تبدي فاعل زائدا is are am زائدا فعل being زائدا تكمل. هاي القاعدة هي قاعدة رئيسية للإثبات. يعني شلون للإثبات؟ يعني نقول الفاعل إذا كان مفرد ياخذ is، إذن صارت is للمفرد، are للجمع، am فقط للآي، فقط للآي. صارت واضحة إن شاء الله. هسه الفاعل إذا كان مفرد ياخذ is، الفاعل إذا كان جمع ياخذ are، الفاعل إذا كان am إذا كان I ياخذ am زائد فعل being زائد تكمل. ناخذ مثال حتى توضح الصورة للقاعدة. نقول مثلا for example he is walking right now. هنا جتنا الفاعل مفرد أخذ is وضفنا الفعل ing، صارت عندنا جملة بزمن المضارع البسيط. زين شلون نعرف الجملة جملة مضارع بسيط حتى أشتغل على هاي القاعدة؟ طبعا تعرفها من خلال عدة ظروف. الظروف هي طبعا مو للحصر هاي الظروف، أكو ظروف هواي، بس نأخذ أبرزها. ظروف هذا الزمن أشهر وحدة هي now ومعناها الآن، right now هم الآن، at the moment في هذه اللحظة. look listen هاي كلها ظروف تخلينا نعرف انه هاي الجملة جملة مضارع مستمر ونشتغل على هاي القاعدة. نعطيك اياها بالصيغة الاساسية مالتها، he walk right now، ينطيك بحالة الاثبات يقول لك سوي لي اياها present continuous،
معناه سوي لي اياها مضارع مستمر. قلنا المضارع المستمر نشتغل على هاي القاعدة، الفاعل عندنا اذا كان مفرد نضيف له is، اذا كان جمع نضيف له r، واذا كان الفاعل i نخلي له am ونضيف للفعل ing. تصبح الجملة he is walking right now. هذا بالنسبة للصيغة الاولى اللي ينطيك اياها الاستاذ، او ينطيك الصيغة الثانية نفس الجملة مثلا he walk right now وينطيك correct the verb. هاي الصيغة الثانية للسؤال ينطيك إياها معناها صحح الفعل. صحح الفعل بزمن معطول right now. إذن الزمن قلنا هذا الظرف ظرف مضارع مستمر، تخليها بهاي الصورة وبهذا الشكل لكي تصبح مضارع مستمر. قبل ما نضيف ing الى الفعل، قبل ما نضيف له ing لازم عنده كم ملاحظة، نفس ملاحظة البريزنت سمبل، نفس ملاحظة المضارع البسيط اللي اخذناه بالدرس السابق. عنده كم ملاحظة حتى تضيف ing الى الفعل؟ ملاحظات اضافة ing. الملاحظة الاولى اذا انتهت الكلمة بحرف، اذا انتهت الكلمة بحرف اي هذا الحرف يحذف، يحذف ويضاف اي ان جي. يعني اي كلمة ينطيك اياها او اي فعل ينطيك اياه بنهاية اي نحذفه ونضيف اي ان جي الى الفعل. مثلا موف نضيف لها اي ان جي ينطيك اياها بالجملة، تحذف الاي وتضيف اي ان جي. طبعا يستثنى من هاي القاعدة عدة كلمات يسموها شواذ، بي فري هاي ما تحذف منها تبقى نفسها ونضيف ing فرينج. وكو هواي شواذ بس ابرزها ذن الكلمتين. الملاحظة الثانية نقول اذا انتهت الكلمة بحرف صحيح وقبل حرف إلا واحد، يعني عنده كلمة نهاية الكلمة حرف صحيح وقبلها حرف إلا واحد، حروف العلة نكتبهن مرة ثانية A E I U O. انتبه على كلمة واحد، نضاعف الحرف الصحيح ونضيف ing. يعني شلون؟ يعني مثلا انطاك كلمة stop وقال لك نضيف لها ing، لما نريد نضيف لها ing يصير stopping، نضاعف الحرف الصحيح لان عندنا حرف صحيح وقبل حرف الا واحد stopping نضيف ing. طبعا اذا انطاك اكثر من حرفين علة او حرفين علة ما يضاعف يبقى على ما هو عليه. يعني مثلا انطاك كوك هذا حرفين مو حرف واحد، مو ضاعف الحرف الصحيح، عندنا حرف صحيح وحرفين علة نضيف ing بدون اي تغيير. هذا كل ما يخص اضافة ing الى الفعل حتى نحوله مضارع مستمر. طبعا اضافة ing تجينا بالماضي المستمر وايضا بالازمنه اللي بها استمراريه. هاي الملاحظات تحفظها حتى ما يصير عندك خلل باضافه الاي ان جي وتصير عندك جمله كامله. اخذناها بحاله الاثبات، هسه ناخذها بحاله النفي وبحاله الاستفهام. بحاله النفي تصير القاعده فاعل زائد is
ار ام زائد النوت. نضيف للافعال المساعده نوت زائد فعل اي ان جي زائد تكمله. هذا بحاله النفي. شلون يعطيك اياها الاستاذ؟ يعطيك مثال، المثال الاصلي مالتنا اللي اخذناه هي از وركينج ناو، وينطيك بنهايتها يقول لك نيجاتيف. معناه نفي، عندك نفي وبزمن المضارع المستمر. شلون عرفناها مضارع مستمر؟ من الظرف ناو، وايضا عرفناها من الاز والاي ان جي. اذا هاي الجمله جمله مضارع مستمر، نطبق عليها قاعده النفي. مجرد اضافه النوت للفعل المساعد، هاي افعال مساعده، تصبح الجمله هي is not working now. خلي نقطة هنا، نفت الجملة حسب مطلب السؤال اللي ينطيك يا الأستاذ نيجاتيف، تسويها هاي الجملة نيجاتيف بمعنى نفي. ناخذها بالاستفهام question. القاعدة تقول is are am زائدا فاعل، تقدم عندنا الفعل المساعد على الفاعل، زائدا فعل b-i-n-g زائدا تكملة، وأيضا علامة سؤال مو نقطة لأن عندنا question. ها قاعدة الاستفهام. ناخذ المثال الأصلي ونطبق عليه قاعدة الاستفهام. نقول he is working now، ونعطيك مطلب السؤال يقول لك سوي لي اياها question. ما طول طاك يا question معناه سؤال، والسؤال تحوله حسب هاي القاعدة، تقدم الفعل المساعد على الفاعل تصير is he working now. خلي علامة سؤال. عرفنا جملتها، هاي الجملة جملة مضارع مستمر من الاز والاي ان جي والناو، اذا هي مضارع مستمر، كويشن مضارع مستمر، قاعدته نقدم الفعل المساعد على الفاعل، وانتهى عندنا موضوع المضارع المستمر. هذا كل ما يخص المضارع المستمر.